بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد امتن علينا بمنن ونعم عظيمة، منها ما كان في الأيام الماضية التي جعل الله سبحانه وتعالى لنا فيها من تكفير الذنوب والآثام ورفع الدرجات وحط الخطايا والسيئات، والتي غفر الله عز وجل لنا ما تقدم وما فات من الذنوب والآثام، وبما جعل الله سبحانه وتعالى من عتق الرقاب من النيران، وبما فتح الله عز وجل أبواب الجنان وغلق أبواب النيران وصفد مردة الشيطان، بما كان من نعمة الله عز وجل في شهر رمضان، بما جعل الله سبحانه وتعالى ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وبما طهر الله عز وجل الصوم بزكاة الفطر، وأطعم الله عز وجل بها الفقير والمسكين والمحتاج، وبما جعل الله سبحانه وتعالى من مضاعفة العمل بجعل العمرة في رمضان تعدل حجة معه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ختم الله عز وجل لنا الشهر بفرحة عارمة، فرح المسلمون بتوفيق الله عز وجل لهم، أولا بما وفق الله عز وجل للإيمان، وبما هدى للإسلام، وبما أعان على الصلاة والصيام وقراءة القرآن. وما كان من العبادات في رمضان، فلما انتهى الشهر كانت الجائزة هذه الفرحة التي يفرحها المؤمنون، يتذكرون الفرحة الكبرى عندما يقفون بين يدي الواحد الديان، عندما يغفر الله سبحانه وتعالى الذنوب، ويقبل الله سبحانه وتعالى شفاعة الصيام والقرآن، وعندما يدخل الصائمون من باب الريان، وعندما ينادى عليهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. لقد كانت أيام رياض الجنة رتع المؤمنون فيها وتمتعوا بنعمة الله عز وجل وبرحمته، وكانت الفرحة بفضل الله وبرحمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والعباد عباد الله في شهر رمضان كانت لهم همة وعزيمة على فعل الفرائض وإتباعها بالنوافل. سهر الناس في ليالي رمضان يتلون كتاب الله عز وجل، ويصلون خلف الأئمة في بيوت أذن الله
الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. أعلن المسلمون أن رمضان شهر الانتصار حين انتصروا على أنفسهم وعلى المنافقين من حولهم وعلى شياطين الإنس والجان، حين استعد هؤلاء بمئات بل قل بأكثر من عشرات المئات من الأفلام والمسلسلات التي جهزوها لإفساد صيام الصائم وقيام القائم، لكن الناس أعرضوا عنها أكبر إعراض وجعلوها خلفهم ظهريا بل تحت أقدامهم، وخرج الناس في أوقات المسلسلات إلى المساجد لقراءة القرآن والصلوات، وامتلأت المساجد بالركوع والسجود، وافترشت الطرقات، وتلي التنزيل، وأبطل الله عز وجل الأباطيل التي جاء بها شياطين الإنس والجن لإفساد الصيام وإفساد القيام. ولكن هذا الجمع الكبير الذي اجتمع في الشوارع والطرقات التي افترشت حتى أنها بلغت في بعض المساجد إلى مئات الآلاف، اجتمعت على كتاب الله عز وجل تسمع آيات الله عز وجل تتلى، هذه التي طردت الشياطين من بيوتنا ومن أماكن إقامتنا حتى وحد العباد ربهم سبحانه وتعالى. لقد كانت أيام متعة تمتع المسلمون والمؤمنون في مشارق الأرض ومغاربها بعبادة الله عز وجل، ولكن الهمة والعزيمة بعد رمضان فترت، وكأن العباد خاصة بهذا الشهر الفضيل. فالعباد عباد الله ينبغي أن يعلموا أن رمضان وإن كان شهر التقوى فإن العباد عليهم أن يتقوا الله في كل وقت وآن وفي كل زمان ومكان، فإن الله عز وجل وصى الأولين والآخرين بالتقوى ولم يجعل لها زمان ولا مكان، وإنما هي في كل الزمان وفي كل المكان. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل حبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، أي في كل مكان وفي كل زمان عليك أن تتقي الله عز وجل. وإن تقوى الله عز وجل إنما هي بفعل المأمور وترك المحظور، وعلى ذلك على العباد أن يستقيموا على طاعة الله سبحانه وتعالى، وليعلموا أن الله عز وجل قال في كتابه العزيز: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي أن العبد مأمور بالعبادة، أن يكون عبدا لله عز وجل حتى يأتيه الموت، وأن ذلك من أول حياته إلى مماته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا يليق بالمسلم أن ينقض ما قد بدأه وبناه وارتفع بنيانه على، ثم يأتي بعد ذلك لنقض هذا البنيان، فإن ذلك فعل من به جنة وليس فعل أهل العقول والألباب. وإنما العاقل اللبيب هو الذي يبني ويرتفع البناء على ما قد أسسه وبناه في زمن من الأزمنة. واعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا وحذر منه فقال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، ولا تكونوا كالمرأة التي نسجت ثوبا وغزلت ثوبا جميلا وظلت طوال شهر تغزل فيه، ثم بعد ذلك جعلته أنكاثا، أي نقضته وأعادته قطنا أو صوفا كما كان في الأول، فإن هذا ليس بفعل العقلاء. وإنما العاقل اللبيب هو من يستقيم على طاعة الله عز وجل ويداوم عليها، فإن عمل
نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان ديمة، وكان إذا عمل عملا داوم عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الانتكاس وفتور العزيمة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. وقال: إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبين الجنة ذراعا، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى يكون بينه وبين النار ذراعا، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالأعمال عباد الله بالخواتيم، والعبد بما يختم له من العمل. ولذلك على العبد أن يداوم على العمل الصالح الذي قد بدأه، ولا يغتر بأيام قضاها وليال في طاعة الله ويظن أنه نجا وأنه قد عتق من النار، فإنه ينبغي أن يكون على مدار عمره عبدا لله عز وجل، خاضعا مستكينا خاشعا، منقادا مستسلما لله سبحانه وتعالى. فإن لم يكن كذلك فإن الله سبحانه وتعالى يرد عليه عمله. وإن من علامات قبول العمل أن توفق للطاعة بعد الطاعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فإن من توفيق الله عز وجل للعبد أن يوفقه لطاعة بعد طاعة، فهذا يدل على قبول العمل. فإذا كان العبد قد أصيب بالفتور بفتور الهمة والعزيمة، وانتكس وعاد إلى المعاصي التي كانت قبل رمضان والتي انقطع عنها، فإن ذلك دليل رد الله عز وجل له وعدم قبول الله سبحانه وتعالى له. ولو أحبه الله عز وجل وأحب منه العمل لأدامه في خدمته، ولكنه طرده حين رجع وانتكس وعاد القهقرة بعد أن كان في حالة إقبال على الله عز وجل. فاحذروا عباد الله، فإن من أقبل على الله شبرا أقبل الله عز وجل عليه ذراعا، ومن أقبل على الله ذراعا أقبل عليه باعا، ومن أتى ربه يمشي أتاه هرولا. ومن أعرض عن الله عز وجل أعرض الله عز وجل عنه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال الله عز وجل: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فالعبد عباد الله ينبغي أن يكون الله عز وجل منه على بال، وينبغي أن يستحضر مراقبة الله سبحانه وتعالى له، واطلاع الله عز وجل عليه، وعلم الله سبحانه وتعالى بحاله، وسماع الله عز وجل لأقواله. فينبغي أن يكون هذا الأمر منه على بال، وأن يستقيم على طاعة الله عز وجل. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فالعبد ينبغي أن يستقيم على طاعة الله عز وجل. وإن أسباب الثبات على طاعة الله عز وجل كثيرة. أولها عباد الله استحضار الآخرة، وأنك منقلب إلى الله عز وجل فواقف بين يديه، فسائلك الله سبحانه وتعالى عما فعلت في نعمه التي أنعم الله عز وجل بها عليك، ثم مأخوذ إلى جنة أو إلى نار. فليس ثمة مقعد ولا منزل يوم القيامة إلا الجنة أو النار. فليس هناك درهم ولا دينار ولا ندم يومها ولا اعتذار، ولكنه عذاب في الجنة في النار، ولكنه نعيم في الجنة أو عذاب في النار. فينبغي للعباد أن يستحضروا الآخرة، وأن يعلموا أن الله عز وجل سائلهم عن تضييع الفرائض وعن الوقوع في المعاصي، وأن الله أعد للكافرين والمجرمين والفاسقين نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالعبد إذا استحضر الآخرة
الآخرة، واستحضر الموت واستحضر ما بعد الموت، وعلم أن الأجل آت لا محالة، وأن أحدا لا يعلم أجله متى يأتي، فإنه عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله والرجوع إليه والاستقامة على طاعة الله عز وجل. فإن استحضار الآخرة من أعظم الأمور التي تدفع إلى الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن يخلص العمل لله سبحانه وتعالى، فإن الإخلاص أول أسباب القبول عند الله سبحانه وتعالى. فإن كثيرا من الناس يعملون بعمل الآخرة لكنهم في الحقيقة يريدون بها الدنيا، فليس لهم عند الله عز وجل من ثواب، وإنما يتركهم الله عز وجل في قوله في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. كثير من الناس يعمل بعمل الآخرة رجاء المنصب، رجاء الجاه، رجاء السمعة، رجاء المال، فإن هذا عباد الله لا شيء له عند الله سبحانه وتعالى، ولا خلاق له عند الله عز وجل، ولا شرف ولا وجاهة ولا مكانة عند الله سبحانه وتعالى. وإنما يجعله الله سبحانه وتعالى مع هؤلاء الكافرين والمنافقين، لأنهم لا يريدون بذلك وجه الله عز وجل. أما المؤمن الذي يتقرب إلى الله عز وجل بالعمل الصالح يريد وجه الله، لا يريد من أحد جزاء ولا شكورا، وإنما يخاف من ربه يوما عبوسا قمطريرا، فإن الله يقبله ويقبل عمله، ويجعله الله سبحانه وتعالى من أهل المكانة والشرف والجاه يوم القيامة، ويجعل الله عز وجل له المنزلة العليا في جنة عرضها الأرض والسماوات. وأما الأمر الثالث عباد الله، الصدق مع الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن نصدق الله عز وجل، فإن كثيرا منا يعيش حياة الكذب والخداع، يكذب على نفسه ويكذب على الناس ويكذب على الله سبحانه وتعالى. يعيش بوجهين، وجه مليح ووجه قبيح، يرينا وجهه المليح وهو يعيش الوجه القبيح، فإذا خلا بنفسه انتهك حرمات الله، يظهر لنا بأنه من العباد والزهاد ومن أهل العلم والعطاء والبذل لدين الله، ولكنه إذا خلا بحرمات الله انتهكها. فهذا عباد الله، هذا عباد الله من أول من تسعر به النار يوم القيامة مع جلالة العمل الذي يعمله. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل تعلم القرآن وعلمه، فيأتي به الله عز وجل يوم القيامة فيعدد نعمه عليه، فيقول: ما عملت فيها؟ فيقول: تعلمت القرآن وعلمته فيك. فيقول: كذبت، بل تعلمت القرآن ليقال عالم وقد قيل. وهذا الأمر عباد الله، مع أن تعلم القرآن وتعليمه من أفضل الأعمال، في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ورجل قاتل حتى قتل، فيأتي به الله سبحانه وتعالى فيعدد نعمه عليه، فيقول: ما عملت فيها؟ فيقول: قاتلت حتى قتلت فيك. فيقول: كذبت، بل قاتلت ليقال شجاع وقد قيل. ثم يؤمر به إلى النار. ورجل أنفق ماله كله من بين يديه وعن يمينه وعن يساره ومن خلفه، فيؤتى به يوم القيامة فيقول الله عز وجل: لقد أنعمت عليك بنعمتي كذا وكذا، فما عملت فيها؟ فيقول: أنفقت من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي فيك. فيقول: كذبت، بل أنفقت ليقال جواد وقد قيل. فإن هذا العمل عباد الله يدل على عدم الإخلاص وعدم الصدق مع الله عز وجل. ولو صدق الإنسان ربه لصدقه الله عز وجل، فإنه حتى وإن كان العبد لم يعمل العمل، لكنه كان صادقا في أنه سيؤديه وسيأتيه وسيعمل به، فإن الله يكتبه له، كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سأل الله عز وجل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على سريره. وأتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال، فبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الموت، فلما جاءت الغنائم جعل له قسم منها، فلما جاء الرجل قال: ما هذا يا
رسول الله؟ قال: قسمك من الغنيمة. قال: ما على هذا بايعتك، وإنما بايعتك على أن أرمى بسهم هاهنا فأقتل فأدخل الجنة. فقال: إن تصدق الله يصدقك. فخرج فقاتل ساعة فأوتي به محمولا قد أصيب بسهم مكان ما أشار. إن النية الصالحة مع الصدق فيها يجعل للعبد أعمالا لم يعملها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عائد من غزوة تبوك: إن بالمدينة لرجالا ما قطعتم طريق ما سلكتم طريقا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر. منعهم العذر، أي منعهم العذر من الخروج، لكن عندهم نوايا صادقة. فينبغي للعبد أن يصدق الله سبحانه وتعالى في نيته وفي عزيمته وفي عمله. ينبغي أن يكون صادقا مع الله عز وجل، صادقا مع نفسه، صادقا مع الناس عباد الله. ينبغي عباد الله أن تصاحب الصالحين، فإنهم عباد الله من أعظم أسباب الاستقامة على الدين. فإن مصاحبة الصالحين عباد الله بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن تبتاع منه، وإما أن يحذيك، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة أو رائحة خبيثة. فهذه مصاحبة الصالحين والطالحين. فالعبد إذا صاحب الصالحين لا يجد منهم إلا كل خير. فالعبد عباد الله عليه بمرافقة الصالحين ومصاحبتهم، فإنهم يذكرونه إذا نسي، وكذلك ينبهونه إذا غفل، وأنهم يأخذون بيديه إلى الجنة ويسوقونه إليها سوقا ويدفعونه إليها دفعا. لا يجد منهم إلا ذكر الله عز وجل، بل هو إن رآهم ذكر الله سبحانه وتعالى. فإن لله عز وجل عبادا إذا رآهم العبد ذكر الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء خير العباد. ينبغي على العبد أن يصاحب هؤلاء الصالحين، فإنهم يجعلونه مستقيما على طاعة الله عز وجل. وكذلك عباد الله ينبغي أن نكثر من الدعاء، فإن الدعاء من أعظم أسباب الثبات على الدين. فالعبد ينبغي أن يعبد أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعينه على ما هو آت من الطاعات والعبادات، أن يعينه الله سبحانه وتعالى على ما هو آت من العبادات، وعلى أن يتقبل منه ما فات، وأن يوفقه الله سبحانه وتعالى إلى كل خير، وأن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته، كما يقول العبد في صلاته في كل صلاة: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون له عونا على ذكره وعونا على شكره وعونا على عبادته وطاعته. فإنك لن تعبد الله عز وجل ولن تكون في محل رضا من الله إلا بتوفيق الله عز وجل لك وإعانة الله سبحانه وتعالى لك، وأنت تقول في صلاتك 17 مرة في الفريضة: إياك نعبد وإياك نستعين. فإننا نستعين بالله على طاعته، ونستعين بالله على عبادته، ونستعين بالله على مرضاته. فينبغي للعباد أن يكثروا من الدعاء، وأن يطلبوا من الله سبحانه وتعالى أن يقيمهم على ذكره، وأن يثبت الله عز وجل القلوب والأفئدة، وأن يصرف القلوب لطاعته، وأن يثبت الأقدام حين تكون إلى الله سبحانه وتعالى. لا يحدث لها شيء من الشطط ولا الزلل، وإنما تستقيم على طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وينبغي للعبد عباد الله أن يحذر الشيطان، فإن الشيطان ممتلئ غيظا مما كان في شهر رمضان. فهناك أناس غفر الله لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر، وهناك أناس رفع الله لهم الدرجات، وهناك أناس أعتق الله عز وجل رقابهم من النار، وهناك أناس ضاعف الله عز وجل لهم الأعمال، هناك أناس طهر الله عز وجل صومهم من اللغو ومن الرفث، وهناك أناس أدركوا ليلة القدر بعبادة أكثر من 83 سنة. فإن الشيطان امتلأ غيظا لأن ما بناه على مر أعوام ودهور وسنوات، فإن ذلك قد ضاع في لحظات. فإنه يريد إعادة الكرة مرة أخرى، وأن يعيدك إلى ما كنت عليه من المعاصي والسيئات. فينبغي ألا تسلم نفسك
لك لهذا الشيطان: إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. كيف تسلم نفسك لعدو يريد بك الهلاك؟ إذا ما أمسك بك فإنه لا يتركك إلا في نار وقودها الناس والحجارة. أقسم بالله عز وجل: ليغوين العباد وليهلكنهم وليملأن جهنم منهم من هؤلاء العباد. فلا تكن عبد الله ضحية هذا الشيطان بفعلك وبقصدك وبتسليم نفسك إلى هذا الشيطان. ينبغي أن تجاهدوا عباد الله أنفسكم، وينبغي أن تجاهدوا شياطين الإنس والجن، وينبغي أن تستقيموا على طاعة الله، فإن ذلك يغيظ الشيطان ويغيظ الكفار ويغيظ المنافقين والمجرمين، وإن إغاظتهم طاعة لله عز وجل. ولذلك خرج المسلمون جماعات وفرادا يكبرون في يوم العيد، يسيرون من طريق ويرجعون من طريق آخر، وامتلأت بهم الطرقات وافترشت المصليات، وكانت مئات الآلاف بل ملايين خرجت لصلاة العيد في كل محافظة تعلن عن عدائها للشيطان وعدائها للمنافقين والكفار وإغاظة هؤلاء في أحسن ثياب وأجملها، مزخرفة ملونة بكل الألوان، في طيب وضعوه على أبدانهم وفي شعورهم، حتى كانت الرائحة كأنها رائحة في الجنة على اختلاف الطيوب التي كانت في المصليات. فكل إنسان يعجبه شيء من الطيب وضعه، فاختلطت الأطياب، فشعر العبد في المصلى كأنه يرتع في الجنان. وهي في الحقيقة كذلك، فإنه جمع لا يشقى بهم جليسهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: القوم لا يشقى بهم جليسهم، اجتمعوا لذكر الله عز وجل وإغاظة الكفار. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعجب الزراع، أي هذا النبات من أعظم النبت الذي خرج على وجه هذه البسيطة. لم تنبت الأرض أبناء لها مثل أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا قبلها ولا بعدها، فإن هذه الأمة هي الخاتمة وليس بعدها من أمة، وكل الأمم التي من قبلها تبع لها. ولم تنبت الأرض مثلها خير أمة أخرجت للناس، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أمة عظيمة القدر، بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعظم الأنبياء قدرا، ونزل فيها كتاب الله عز وجل وهو أعظم الكتب قدرا، ونزل به جبريل عليه السلام وهو أعظم الملائكة قدرا. فإن الأمة عباد الله تجمع العظمة بعد العظمة والخيرية بعد الخيرية، ولا يكون ذلك إلا بطاعة الله عز وجل واجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فإن الأمر عباد الله بعد رمضان يحتاج إلى جهد جهيد. لقد يسر الله عز وجل في رمضان وأعان، وجعل ذلك كأنه وقود للسيارة خرجت به من محطة التموين، ثم إذا بها تسير بهذا وتندفع به على مدار العام إلى أن نلتقي في رمضان. فإن هذا الأمر عباد الله لا ينبغي أن نهدر وقودا قد مولناه في هذا الشهر، وقد أخذناه في هذا الشهر شحنة عظيمة من الإيمان امتلأ بها القلب عمر، وظهر ذلك على الأبدان. فلا ينبغي عباد الله أن نرجع إلى حياة الخذلان. فنسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين والمسلمات في كل مكان. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن من أعظم قضايا الإهمال بعد رمضان هو إهمال القرآن، فإن كثيرًا من الناس يعتنون بقراءة كتاب الله عز وجل في رمضان، فمنهم من يقرأه مرة ومرتين وثلاث وخمس وسبع وعشر مرات، ومنهم من يقرأه أكثر من ذلك، لكن الإهمال يدب إلى العباد بعد رمضان فيهجرون كتاب الله سبحانه وتعالى. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. العباد ينبغي أن يتنبهوا إلى أن كتاب الله عز وجل هو كلام الله عز وجل، وأن العبد حين يقرأ القرآن يحدث ربه ويستمع إليه، حين يكلمه الله سبحانه وتعالى ويناديه ويوجهه ويذكر له العبر من التاريخ ومن الأمم السابقة، وحين يبين له فائدة التوحيد عند الله سبحانه وتعالى وثوابه، وعقاب الله عز وجل على أهل النار من المشركين والفاسقين، وعلى أثر الذنوب والمعاصي على القلوب والأبدان، وعلى أثر الطاعة إلى الله عز وجل على الزمان وعلى المكان وعلى الأبدان. فإن العبد ينبغي أن يستمر في تلاوة كتاب الله عز وجل وتدبره، فإنه من أعظم ما يحصل عليه من الحسنات يحصل عليه من كتاب الله. فإنه إذا قرأ حرفا من كتاب الله كان له عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ينبغي أن نتعهد القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. واعلموا عباد الله أن رفعة هذه الأمة إنما هي بكتاب الله عز وجل. ولقد فإن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه أنزل إلينا كتابا فيه ذكرنا، أي فيه رفعتنا، وفيه رفعة شأننا، وفيه بقاؤنا، وفيه منزلتنا في وسط الأمم، إنما تكون بكتاب الله عز وجل وليس بغير كتاب الله سبحانه وتعالى. وأن هؤلاء الذين يعادون كتاب الله سبحانه وتعالى ويرفضون أن يكون كتاب الله عز وجل حاكما بيننا، فإن هؤلاء من أهل الشقاء، فإن هؤلاء من أهل الشقاء والخذلان، فإنه ليس ثمة نعيم ولا رخاء ولا أمن في الحياة الدنيا إلا بكتاب الله عز وجل، وإنه ثمة فقر وضنك وضيق ذات اليد إنما يكون في الإعراض عن كتاب الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء عباد الله يعملون لهؤلاء الكفار، ويعملون لأجل جمع المال وموافقة الكفار فيما هم عليه، فهؤلاء أشد على المسلمين والمؤمنين من الكفار أنفسهم. هؤلاء يعيشون حياة النفاق، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هؤلاء عباد الله لن يصلح الله عز وجل عملهم، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وهذه الأموال التي رصدتها أمريكا لإبعاد شرع الله عز وجل عن الحكم، ولجعل أناس يقومون بمواجهة هذه الشريعة، فنقول بقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض، فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. هؤلاء سيغلبون كما بيّن الله سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. فإن غلبة أهل الإيمان لا بد أن تكون عباد الله، وأن هزيمة أهل الشرك والطغيان لا بد أن تكون. فجع هؤلاء
حين رأوا هذا الكم من المؤمنين الذين يؤمنون بالله ورسوله ويريدون تحكيم شرع الله عز وجل، حتى أن هذه الدراسات التي تمت من معاهد للدراسات والبحوث في أمريكا، حين أخذت شريحة من الدول الإسلامية مصر وتركيا وإيران، ثبت أن 95% من المسلمين في مصر يريدون تحكيم شرع الله عز وجل. وبهذا شهد الكفار وشهد المخالفون وشهد القاصي والداني أن أهل مصر يريدون تطبيق شرع الله عز وجل. لقد أعلنت مصر عن إسلاميتها في شهر رمضان، حين بدأ الشهر خرج الأطفال يعلقون الزينات والأنوار، وهذا لا يفهمون غيره، فإنهم لا يفهمون ماهية الشهر، لكن عندهم تعظيم لحدود الله وتعظيم لشعائر الله، ولكن على قدر فهمهم خرجوا ليعلنوا إسلامية البلد. حين دخل رمضان امتلأت المساجد بالعباد والزهاد وقراء القرآن والصلوات والدعوات والركوع والسجدات، فكل ذلك عباد الله أعلن عن إسلامية الدولة. عندما كان في وقت الإفطار خرج الناس إلى الشوارع والطرقات، فلم يجدوا أحدا يسير في هذه الشوارع، أين ذهبوا؟ إنه موعد الإفطار، إنه موعد الإفطار، ليس موعد سير ولا عمل، وإنما هو موعد الإفطار. اجتمع المسلمون جميعا على موائدهم في وقت واحد، في وقت الإفطار وفي وقت السحر، ليعلنوا إسلامية البلاد. إن القرآن كان يتلى من مكبرات الصوت في كل الأحياء، في كل الشوارع والطرقات، إذا مشيت في أي مكان من الأمكنة فإنك تسمع كتاب الله. لو ركبت أحد المواصلات وجدت جميع الناس الذين قد احتلوا الكراسي يحملون المصاحف في أيديهم يقرؤون كتاب الله، ليعلنوا إسلامية الدولة رغم أنف الكارهين والحاقدين. ستكون هذه إسلامية ومرجعيتها كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، لتحكم بين الناس بما أراك الله. إن الله أنزل الكتاب ليحكم بين الناس، ولم ينزل الكتاب لمجرد القراءة والتلاوة والتعبد بذلك، وإنما ليكون حكما بين الناس. وعلى الناس أن يحكموا كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن لا يجعلوا مع الله عز وجل شريكا في ذلك، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الحكم لله عز وجل وحده، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فالحكم لله عز وجل ولشريعة الله عز وجل، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إن المرحلة القادمة عباد الله، المرحلة القادمة عباد الله، علينا دور عظيم فيها، في اختيار هؤلاء الناس الذين يمثلوننا في المجالس والذين سيكتبون الدستور القادم. علينا أن نختار القوي الأمين، والأمين هو الذي يدين بدين الله عز وجل ويخشى الله عز وجل ويتقه، ويتقي الله في المسلمين، ويكون على قدر المسؤولية في أن يكتب لنا ما يرفع شعائر هذا الدين، وما يمكن لدين الله في الأرض، وما يفتح له قلوب الناس. وهذه مسؤولية كبيرة عباد الله. لا ينبغي أن يكون الاختيار لعصبية ولا لقبلية ولا لرشوة مالية، وإنما ينبغي أن يكون الاختيار لله عز وجل. اختر من تشاء، اختر من كان غلب على ظنك أنه يقيم حدود الله وأنه يمكن لدين الله عز وجل في الأرض، ومن يحكم شريعة الله سبحانه وتعالى. الأمر عباد الله جد خطير. لقد سرنا طريقا طويلا من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية، تحمل فيه المسلمون حمالة عظيمة جدا من السجن والتعذيب والإيذاء والقتل في السجون وفي غيرها في الشوارع والطرقات، من أجل منع الناس من الوصول إلى تحكيم الشريعة. ولقد قطع المسلمون شوطا عظيما، وقطعوا نصف الطريق، لكن النصف الباقي هو الأصعب.
لأن النصف الأول كان عباد الله في حال الشدة، والمسلمون في حال الشدة يقبلون التحدي، ولكنهم في حال الرخاء قد يحدث لهم شيء من التفريط والانهيار. ولذلك نقول على المسلمين الثبات، وعليهم أن يقفوا صفا واحدا في مواجهة هؤلاء العلمانيين والليبراليين والشيوعيين الذين لا يريدون خيرا للبلاد ولا العباد، فإن الخير كل الخير في دين الله عز وجل، والشر كل الشر في الإعراض عن كتاب الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واليهود والصليبيين، والشيوعيين والملحدين، وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين المحتلة، اللهم احرر مسجدك الأقصى من دنس إخوان القردة والخنازير، اللهم انصر إخواننا من أهل السنة في العراق، التحالف الكافرين والشيعة المنافقين، اللهم انصر إخواننا في أفغانستان وفي الهند والفلبين وإريتريا والشيشان، اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في البوسنة ومقدونيا والجبل الأسود، اللهم أغث المسلمين في الصومال، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم اكسهم، اللهم أطعمهم، اللهم اجعل لهم من هذا الهم والغم مخرجا يا رب العالمين. اللهم لا تهلك النساء والأطفال والحيوانات بذنوبنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.